والسلام على رسول الله. الحمد لله اللي ربنا أكرمنا بالمسجد الأندونيسي الكبير. احنا كنا بنصلي في مسجد صغير ما كانش لا يوسع لا جنازات ولا أعياد، والحمد لله ربنا أكرمنا بهذا المسجد. أنا طبعا سعيد بافتتاح هذا المسجد الأندونيسي الكبير في غزة، وأنا إن شاء الله بقول سنصلي التراويح في رمضان في هذا المسجد. طبعا أنا أحد رواد المسجد القديم، وفي هذه الأيام سيتم افتتاح المسجد الأندونيسي. بارك الله في الإخوة الأندونيسيين وبارك الله في جهودهم. نحن أمام مسجد يعني على مستوى مدينة خان يونس من أجمل المساجد الموجودة في هذه المدينة. الحمد لله على هذا المسجد الكبير الذي انفتح في هذه المنطقة مليئة بالسكان، ولا كانت تحلم بهذا المسجد قبل ذلك قط. وثم ما بعد عندما حصل هذا الجمع نشكر الشعب الأندونيسي شكرا جزيلا. بارك الله في الشعب الأندونيسي اللي أكرمنا بهذا المسجد، وربنا يوفر لهم كل الأمن والأمان، وربنا يسعدهم، وربنا يوسع عليهم ويرزقهم برزقه الواسع، وربنا يخليهم لنا ودائما يساعدونا. صلي في هذا الجامع التراويح وصلاة العيد والجنازات وجميع الصلوات من الفروض وكل الصلوات أصلي في هذا الجامع. ألف ألف مبروك، وبشكر الشعب الأندونيسي على بناء هذا المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا سعيد لبناء مسجد استقلال الأندونيسي الكبير، لأنه أكبر مسجد في خان يونس، ولأنه بني في غزة. أنا لم أتوقع أن يحدث عندنا مسجد، كان عندنا مسجد صغير، الحين عندنا مسجد كبير، والآن سأؤدي الصلوات الخمسة في المسجد. وأنا بحفظ هذا القرآن الكريم، وإن شاء الله راح أحفظ القرآن الكريم الكامل في هذا المسجد. وأنا بشكر الشعب الأندونيسي لبناء هذا المسجد. أشكر أصدقائي والشعب الأندونيسي لبنائه المسجد الاستقلال الأندونيسي في غزة. أنا سأصلي التراويح بشهر رمضان في هذا المسجد. أقول جزاء الله خيركم وشكرا أندونيسيا، وبارك الله فيكم.